كريم بليلة مهمة جدا وهي ليلة القدر. ربنا فضل أماكن عن أماكن وليالي وأيام وأزمنة عن أزمنة أخرى. ومن الأزمنة والليالي المهمة جدا هي ليلة القدر، طبعا للدعاء فيها، لاستجابة كبيرة جدا للدعاء فيها لحاجات كتيرة جدا. ولكن إزاي نلتمس ليلة القدر، أو إزاي نعرف ليلة القدر، الملامح اللي ممكن تكون خاصة بهذه الليلة الكريمة، وإزاي طبعا نستفاد منها من خلال الدعاء والأدعية المستحبة في هذه الليلة الكريمة، ده موضوع حلقتنا النهاردة. ولكن اسمحوا في البداية نبدأ مع حضراتكم بمجموعة سريعة من أخبار العملية التعليمية ونستعرضها معكم بأهم العناوين في البداية. التربية والتعليم تعتمد عينة الجغرافيا للثانوية العامة بنسبة 95.9%. التعليم توقع بروتوكول تعاون مشترك لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. التربية والتعليم تأهيل 407 معلم كمدربين لغة إشارة من مختلف مديريات التربية والتعليم. وأخيرا التربية والتعليم تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لعام 2015. وإليكم التفاصيل. التربية والتعليم تعتمد عينة الجغرافيا للثانوية العامة بنسبة 95.9%. اعتمد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الجغرافيا بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجغرافيا التي أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها يوم الخميس الماضي بنسبة 95.9%. التربية والتعليم توقع بروتوكول تعاون مشترك لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مشترك بين كل من المؤسسات التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير طلال ابن عبد العزيز في جمهورية مصر العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، والجامعة العربية المفتوحة، وأيضا مكتب منظمة اليونيسيف بشأن تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والارتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية وتحسين الاستعداد المدرسي. وأكد شوقي بأن الوزارة تحرص على التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية المعنية بالطفولة في توظيف كافة الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة وتحسين جودة العملية التربوية بمرحلة الطفولة المبكرة، تنفيذا لخطتها الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي حتى عام 2030. وحرص الوزارة أيضا على التوسع في مرحلة رياض الأطفال مع تطوير التعليم في الصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي كما وكيفا لضمان تقديم تعليم عالي الجودة لتنمية الطاقات المعرفية والإبداعية والبدنية للأطفال وفقا للتوجهات العالمية المعاصرة. قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مكتب مدير عام تنمية التربية الخاصة بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين بتأهيل عدد 407 معلم مدرب كمدربين للغة الإشارة من مختلف مديريات التربية والتعليم. ويأتي هذا التدريب في إطار الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية للبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى تدريب عدد 27,000 معلم من مدارس الدمج والتربية الخاصة على طرق التعامل مع التلاميذ ذوي الإعاقة. وأوضح الدكتور أحمد آدم مدير عام تنمية التربية الخاصة بأنه يتم تنفيذ هذا التدريب في أفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بقنا وأسيوط، القاهرة والغربية والأسكندرية والإسماعيلية. وأخيرا ومع هذا الخبر، انطلاقا من الإيمان الكامل للقيادة السياسية بأهمية العمل على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في كافة مراحل التعليم، صدر القانون رقم 73 لعام 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 101 لعام 2015. وقد استهدف المشروع تغليظ العقوبات وضبط أعمال الامتحانات.
جدير بالذكر أن الملامح الأساسية للقانون الجديد لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد ارتكزت على تغليظ العقوبات المنصوص عليها، بحيث تكون الحبس مدة لا تقل عن 2 سنين ولا تزيد على 7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة للامتحانات أو أجوبتها، وسواء كان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها بقصد الغش أو إخلال بالنظام العام للامتحانات داخل اللجنة أو خارجها. وإذ تود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تؤكد أنه بمجرد صدور القانون المشار إليه فقد أصبح واجب النفاذ على جميع أعمال الامتحانات الثانوية العامة. ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام أنه في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات، فإن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون الجديد فيما تضمنه عقوبات رادعة لضبط العملية الامتحانية. نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، وحوار وحديث عن ليلة القدر بعد هذا الفاصل.